أجل البيئة، أجل الكرامة، عزيز طويل مصر حماية البيئة والمآسي التاريخية بطنجة. بطبيعة الحال كفعاليات مدنية المرصد تنظم هذه الوقفة اللي كتسمها وقفة أولى من أجل تتخذ لها شعار إنقاذ حدائق المندوبية، وهذه الوقفة جاءت بعد تعنت الجماعة ومختلف المسؤولين، لأن سبقنا مجموعة ديال القنوات القانونية تقدمت مجموعة ديال الأسئلة داخل قبة البرلمان، خرج مجموعة ديال البيانات، قدمنا كذلك بعريضة تثمين الموقع وأدرجت الغريب وأن أدرجت ضمن جدول الأعمال ديال الجماعة، ولكن غريب الأمر وبداية يعني وجود جرافة بعين المكان وبداية الأشهر بعين المكان مع عدم وجود أي يعني لافتة تدل على نوع المشروع والكلفة المالية، وكذلك يعني حتى الجهة المسؤولة ديال المشروع. مرصد كان فعالية مدنية إلى جانب الهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية وكذلك الساكنة ديال المدينة والمختلف الفعاليات الشبابية، يعني ترفض رفضا قاطعا إقامة أي مشروع بهذا الفضاء، لأن كنعتبروا بأن هذا الفضاء فضاء بيئي كمتنفس أخضر للمدينة العتيقة، وكذلك يختزل يعني المآسي التاريخية تعود للفترة الرومانية، وبالتالي أي اعتداء على الفضاء المندوبية هو اعتداء على الذاكرة وعلى التاريخ والهوية لمدينة طنجة. السلام عليكم، محمد ياسين عبدتي رئيس طنجة المدينة المؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية. أولا المدين مستنكر الأعمال اللي كتقوم بها سواء شركة سوماجيك والمجلس الجماعي لطنجة، ونحن باعتبارنا كأبناء مدينة طنجة الغالية على قلوبنا نستنكر بهذه الأعمال اللي قامت بها الشركة. حنا ماشي ضد المرأة، بالعكس بكل فرح كما كنعرفوا أن طنجة نظرا للاقتصاد ديالها كتحتاج للمرائب، ولكن ماشي على حساب الذاكرة ديال تاريخ طنجة. كيف يعقل هاد الناس جاو خداو واحد القرار بين الياسين وضحاها بدون استشارة ديال سواء الممثلين ديال المجتمع المدني أو المنتخبين أو الممثلين ديال الأحزاب السياسية؟ جاو هاد الناس خداو قرار يعدموا هاد المندوبية اللي عندها واحد التاريخ واحد الذكريات جميلة ديال مدينة طنجة. حين ندينو السنكر بكل قوة بكل اللي عندنا، وعد اللي كنلاحظوا رغم تقديم العرائض من قبل المجتمع المدني، وكما كنعرفوا أن العرائض اللي منصوص عليها في الدستور، الدستور هو أعلى سلطة في البلاد، هاد الناس رغم ذلك تحدوا الدستور اللي هو أعلى سلطة في البلاد. ولهذا كنوجهوا الرسالة جميع الإعلاميين الغيورين ديال مدينة طنجة وأيضا الممثلين ديال المجتمع المدني والأحزاب السياسية وأبناء هذا الوطن اللي غالي على ذلك، لأن حنا بطبيعة بيد واحدة إن شاء الله من أجل الانتصار ديال الحق. وخير الكلام ما قل ودل، حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه المسؤولية. وقفة إنذارية اللي جات في سياق مسار طويل يقارب السنة، خلال مسار تم فيه مجموعة ديال الخطوات في إطار برنامج نضالي متكامل، اللي كان الهدف منه دائما هو التنمية ديال المسؤولين وكذلك صناع ديال القرار على المستوى المحلي على الضرورة ديال الأخذ بعين الاعتبار القيمة الحضارية والثقافية وكذلك الأدوار الاجتماعية اللي كيلعبها الفضاء ديال حدائق المندوبية. لكن خلال هذا المسار هذا كنا كنأملوا على أنه الصوت ديال العقل، الصوت ديال الحكمة، الصوت يعني ديال المصالح العليا الأساسية ديال ساكنة المدينة أنه يكون هو الطاغي، هو المهيمن، هو المؤثر في صناعة ديال القرار.